بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 31 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. انتهت غزوة أحد وابتلي المؤمنون حين عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعاد صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه إلى المدينة. قتل من الصحابة 70 صحابيا على الصحيح، ومن المشركين 22 رجلا، ولم يؤسر من المشركين إلا رجل يقال له أبو عزة الجمحي، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسره يوم بدر، ثم من عليه وأطلق سراحه واشترط عليه ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أي موطن، لكنه غدر وخرج في أحد فأسر. فعاد هذا المشرك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أمن علي لبناتي، أي لأجل بناتي الصغيرات، وأعاهد أن لا أقاتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم قال: يا زبير، أو قال: يا علي، قم واضرب عنقه. فضربت عنقه. وهنا جاء الحديث المروي: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، لقي الناس جيش المسلمين، وكان ممن خرج إليهم حمنة بنت جحش، وهي أخت أبو عبد الله بن جحش وأخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. فقالوا لها: احتسبي أخاك عبد الله بن جحش، وكان قد قتل رضي الله عنه. فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة رضي الله عنه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه، فصاحت وولولت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. لما رأى ثباتها وصبرها واستغفارها لأخيها ولخالها، ثم لما جاء خبر زوجها لم تستطيع أن تحتمل خبر مقتله رضي الله عنه. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام الذي ترك الدنيا والغنى وآمن بالله واليوم الآخر، قتل رضي الله عنه كما سبق معنا حينما ضربه ابن قمئة، وكان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرجت امرأة من بني دينار، وانظروا أيها الإخوة إلى الحب العظيم من هذه المرأة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وليقس كل واحد منا ما في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المرأة، المرأة التي امتلأ قلبها إيمانا وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه المواطن يظهر الإيمان ويظهر الصدق. هنا تبلى السرائر في مثل هذا الموطن، وهو مواطن الموت والفقد، هنا تظهر حقائق الناس. فمر صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة من بني دينار، فلما مر بها كان قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فقدت الزوجة والأخ والوالد. فلما نعوا لها جميعا هؤلاء قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. فقالت: أروني أنظر إليه. فأشير إليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وجلل في لغة العرب تأتي بمعنى عظيم وتأتي بمعنى يسير، وهنا قصدت بذلك كل مصيبة بعدك يسيرة لا تعد مصيبة، وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأعطى فاطمة رضي الله عنها سيفه وقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم. فقال علي رضي الله عنه: وأنا، فاغسلي عنه دمه فقد والله صدقني. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من عدله، ويذكر عليا أنه إن كان قد أبلى حسنا فإن من إخوانه المؤمنين المسلمين من أبلى كبلاء علي. فقال صلى الله عليه وسلم له: لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وجاء أنه قال: وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف. وهذا السيف الذي كان معه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يسمى بذي الفقار. عاد صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وسمع أن أبا سفيان قد ندم حين عاد إلى مكة، وأراد أن يعود بالجيش مرة أخرى فيستأصل شأفة المؤمنين في المدينة.
فنادى صلوات الله وسلامه عليه في الناس بالنفير وقال لهم لا يركبن أو لا يأتين معنا إلا من شهد أحدا. الذين تخلفوا من أهل النفاق وأهل الكذب والذين خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يخرجن منهم أحد. أيها الإخوة، خرج المصابون والمجروحون وأهل الابتلاء حتى كان الرجل يذهب مع أخيه وكلاهما حضر أحدا، فلشدة جراح أخيه تارة يمشي وتارة يحمله، ولم يتخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فلقيه رجل من بني خزاعة وهم أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام. وسيأتينا بإذن الله في قادم الأيام أن سبب فتح مكة كان بسبب أمر بين خزاعة وبين قبيلة أخرى مع قريش، كانوا حلفاء لقريش. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيها الإخوة، فلما عاد ظهر ما يظهر دائما حين يضعف المسلمون ويقل عددهم أو ينتصر عدوهم أو يمرون بحالة ضعف، هذه الظاهرة دائما تظهر معنا وسنذكرها إن شاء الله.